والسنة هو الميزان، غير ذلك. وأنا الحمد لله رب العالمين بدأت يمكن بدري شوية من وأنا صغير، فحفظت القرآن ب14 قراءة بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى الأسانيد. والحمد لله يأتيني الطلاب من كل أنحاء العالم لنيل الإجازة والحصول على تلك الأسانيد. ردك إيه يا شيخنا على بيان مشيخة الطريقة الطليانية اللي طلعت الصبح وقالت إنها بتتبرأ منك منذ أعوام طويلة، وإنك يعني فاقد للأهلية، ومش المفروض إن أنت تعلم أو تربي حضرتك لو تم فعلا التبرؤ منك من سنين؟ لا، هو طبعا يعني الكلام ده كلام مغلوط، لأن الطريقة التجانية كان لها 3 أقطاب. الحاج شفيق، الحاج شفيق ده اللي هو والد أحمد شفيق الذي كان مرشحا لرئاسة الجمهورية، ووالد محمد شفيق اللي هو كان رئيس المخابرات سابقا. وهذا الرجل كان شيخا عظيما من مشايخ الطريقة التجانية في مصر. والشيخ الثاني الشيخ محمد الحافظ التجاني، وهذا الرجل لم يتعلم في الأزهر ولكنه تعلم على المشايخ أصحاب الإجازات. والشيخ الثالث كان أبي والدي رحمه الله، وهذا شيخ أزهري وعالم كبير. والثلاث مشايخ دول كانوا بيحترموا بعضهم، وبعدين إحنا ولم يتجرأ أحد منهم أن يدخل مشايخ الطرق الصوفية ويقول أنه هو الشيخ احتراما لبعضهم. ثم بعد انتقال المشايخ الثلاثة العظام، وجدت أن الشيخ أحمد الحافظ ابن الشيخ محمد الحافظ ذهب إلى المشيخة وقال أنه هو شيخ الطريقة، وفي المشيخة لم يعترفوا بذلك، ولكنه رفع قضية وأوراقه لم تكن خلصت، ولحد دلوقتي أوراقه لم تكن يعني ليست كاملة، ومع ذلك هم اعترفوا به كشيخ للطريقة التجانية. وأنا لم أتكلم في ذلك قبل ذلك، ولكن في الحقيقة أن أنا ابن صلبي لسيدي أحمد تجاني رضي الله عنه، وشهادة النسب تعترف بذلك. هم ليسوا أبناء صلبيين، هم من مريدين الطريقة التجانية. فأنا لي الحق التام أني أرفع قضية، ولكني لا أحب هذه الأشياء، وأحب أن يعني الأمور تمشي بالراحة كده وتمشي بسلاسة. وأنا فضلت مستحمل الشيخ أحمد الحافظ لأنه كان يضايقنا كثيرا بكل الوسائل الممكنة، كانت المضايقات، وأنا تحملته إلى أن رحمه الله. ثم جاء ابنه محمد الحافظ وأصبح شيخا للطريقة التجانية، ولم يبيعه إلا القلة، ومع ذلك في المشيخة هم نظام لائحة المشيخة أن ابن الشيخ يبقى هو الشيخ. أنا لم أهتم بذلك، ولم أهتم بمن هو شيخ الطريقة دلوقتي أو شيخ الطريقة السابقة، أو لا أهتم بذلك، لأن إحنا عندنا عدد المريدين هو العدد الكبير. إحنا عندنا عدد مريدين في مصر يزيد عن
2 مليون مريد في مصر وحدها، وفي العالم ملايين كثيرة تتبعنا وتتبع يعني طريقتنا في على التجديدات التي حدثت في الطريق. حدثت تجديدات كثيرة جدا في الطريق، هم لم يقبلوها. يعني الطرق الصوفية أو الطريقة التيجانية لشيخها محمد الحافظ، هم لم يقبلوا التجديد. فعندما لم يقبلوا التجديد ابتدأوا في معادتنا من جديد. طب أنتوا لم تقبلوا التجديد، لما تعادوننا من جديد؟ يعني خليكوا في نفسكم، احنا لا. هم دائما يعني يحقدون علينا ونحن لا نهتم بتلك الاحقاد. طب حضرتك يا شيخنا، كيف استقبلت الانتقادات التي جاءت على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف اثرت على سمعتك هنا في المنطقه؟ انا الحمد لله سمعتي معروفه ولا شيء يؤثر فيها. كل هذه حملات ولجان مأجورة بتبث، لأن مش المقصود ده حتة بوست هايف، ولكن الحملات المأجورة هي اللي نشرت هذا البوست عشان أغراض أخرى أنا أعرفها جيدا. ما هي الأغراض؟ الأغراض، نحن هنا في الزوايا التجارية جميع من يملكون الفكر في الفكر الشبابي في مصر من مؤلفين أو كتاب، أو هم جميعا من أحباب وكانوا داعمين ليك تلك الزاوية، وهم يدعمونني حتى الآن وبيننا حب كبير، لأنني لا أهتم بالكم، أهتم بالكيف. بالكيف يعني أنا مش بربي عدد، أنا بختار مين اللي يدخل تحت تربيتي، فأختار العناصر المؤمنة بوطنيتها وانتسابها لهذا البلد. أنا أربي المريدين على حب الوطن وحب كل ما ينتمي إلى الوطن.